هون. طبعا اليوم هاي جيت انا طبعا نشوف هون هو بالحضانه بعد مش شايفني. وينك يا عون؟ تعال تعال شوف، تعال شوف، تعال شوف هون وين ايدك. تعال. نعم تعال تعال. كيفك؟ تمام. ايش اخبارك؟ استنى هذا عون، احكي مرحبا. مرحبا. كيف الحال؟ شو الحال؟ شو الاخبار؟ احكي والله حبيبي. حبيبي والله. وعلى راسي. على راسي. تعال تعال يلا يلا تعال تعال. شو بدنا نعمل؟ احكي شو هاي اسمها؟ يلا نلعب. مين؟ تعال. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ تمام. يلا وين صاحبك فيصل؟ هيا. ها هيا يلا نروح. وين نروح؟ السياره. طبعا عون انا كل يوم بهذا الوقت باجي باخذه من الحضانه. صح صح. شو بجيب لك دائما وانت مروح؟ بيضة. يمكن لما كنت عزابي انا كانت تحكي لي انه، طبعا تحكي لي امي انه الضنا احلى اشي بالدنيا. و لما اجاني عون انا صراحه حسيت انه قديش انا امي بتحبني وقديش انه امي بتخاف علي، ويمكن ما بتنام الليل عشاني اذا كنت انا مريض ولا تعبان ولا في اشي معين. بس هذا الاشي حسيته انا لما اجاني عون. اغلى اشي بحياتي عون، لانه ضناي وحبيبي وكل اشي كل اشي. هيا ياو. هلا وين نروح؟ نروح وين؟ نجيب ايش؟ بابا. يلا. واو تاكل خبزة؟ ها هات بوز. تحبني؟ تحبني؟ احكي لي شو عملت بالحضانة؟ شو عملت؟ سحسيلة. سحسيلة؟ لعبت مع مين؟ مع أصحابك؟ شو لعبت معاهم؟ والله مو حبيبي. هون لعبت؟ طيب هلا وين بدي اروح انا وياك؟ واو. انا بنبسط جدا لما اروح اخذه من الحضانه لانه بيعمل لي مود حلو بالسياره، برقص معي، بغني معي. يلا 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 واحدة. يلا هيك هيك عون عون هيك هيك عون عون هيك هون. لما يشوف علم بحكي لي عن اسم اغنيتي فبعمل لي مود انا صراحه بالسياره، وبخليني اذا كنت منكد انا جاي منكد بخليني مروح مبسوط. هالإشي هذا أحلى إشي بحياتي، وإنه غير هيك كمان لازم كل يوم قبل ما يفوت البيت لازم أخذه على السوبر ماركت أشتري له الكاندي والأشياء هاي، ف يعني بكون مبسوط جدا معاه ولازم يروح راضي وأنا عامل له كل إشي. أنا أحكي لك شغلة، أشتري لك بوزة. أشتري لك بوزة. بوزة يلا. أهلا وسهلا. مرحبا. أعطيني اثنين كون. ايش ثانيه؟ سلامتك. دينار. تفضل. اوكي ثانك يو. لمين بدي اجيب انا؟ انا. لعون. بوزة بوزة. بوزة. كيف حالك؟ تمام؟ اوكي. كيف حالك؟ تفضلي. يسلم. احكي لي غلبناكي. غلبناكي. يسلموا. شكرا.
استنى مين مين مين؟ واو شوف شوف احكي لها احكي لها تاتا انا ماسك علم. الو هاي يما مرحبا يا تاتا. انا يا عمري تاتا وين يما؟ احكي لها احكي لها ماسك علم. ماسك علم يا امي امي الو امي. نعم حبيبتي هاي عون بجنبي انا. واشتريت له علم والله وبيغني الأردن عالي. يما محلاها يما ماسكاه وغني الأردن عالي. يلا يلا احكي هاي هاي بدي احكي لك بدي احكي لك احكي لها خذ خذ يا حبيبتي. نعم عمري يا تاتا كيفك يا حبيبي؟ الحمد لله كل ساعة حبيب عمري. انت شو بتعمل؟ إلا اشتريت علم. احكي لها بتحبيني؟ سمعني صوتك يا حبيبي. احكي لها احكي لها بتحبيني؟ حبيبي بموت عليك كثير والله. كثير بحبك. يلا 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 غني يابا. طيب غني لها والأردن عالي ردوا علي القول والأردن عالي هو مالكنا غالي هو رده علي القول. يلا قولها بدك شي. سلامتك يا حبيبي. يلا غني غني انت الأردن عالي. قولها حبيبتي بحكيكي. يلا باي 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 باي. بخصوص تليفونات انه يمكن اصحابي بيحكوا لي اقعد معانا خلص اقعد ضلكاش تحكي تليفونات وابصر شو. يمكن 30 40 مره باليوم بحكي حتى قبل ما انام قبل ما احط راسي على المخده يا امي يلا تصبح على خير بدي اتغدى امي حبيبتي ما لا تقلق علي انا بدي اتغدى برجع لك. يمكن بدي اطلع طلعه مع اصحابي او بدي ادخل استديو امي انا اذا ما رديت عليكي بدي ادخل استديو ما تقلقيش. يعني بكل تفاصيل حياتي لازم اخبر امي. ليش؟ لانه يمكن انا من الناس حتى مش انا بجوز اخواني كمان اللي وعينا على امنا فلازم هي الوحيدة نخبرها انه احنا شو تفاصيل حياتنا لان نعرف قلب امي شوية من النوع الطيب اللي بتخاف.